سلام البنات، سلام غزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا يا ربي في احسن الاحوال. توحشكم بزاف بزاف بزاف. شكرا على تعاليقكم الزوينه، شكرا على الدعوات اللي كتدعوا معايا. الله يسهل عليكم حتى نتوما، ويا ربي يسر لكم طريقكم. كي دايرين؟ مزيان؟ عندكم شي صاد؟ حنا بعد عندنا الموت الصراحه، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز والله. المهم مرحبا بكم فيديو جديد، مع فيديو جديد اليوم. فيديو الصراحه فايقه فرحانه. غادي نديروا واحد المفاجاه صغيره لحماتي وحمايه، غادي نخرجوهم ساكن. حتى هما ما كيخرجوش، حتى هما ما كيتساراوش بزاف. اول مره الصراحه البنات، فاش كنا عندنا كان عندنا غير الموتور. حنا عدد العام كما قلت لكم في فيديوهات اخرين، زعما عدد العام شريناها في شهر واحد، يعني عاد شرينا داك الطوموبيل. يعني ما كانش عندنا، كان عندنا غير الموتور، ما كناش مساكن كنخرجوهم الصراحه، وكنا مقصرين في حقهم بزاف بزاف. ودابا قررنا انا ودريس اننا نخرجوهم للطبيعه هكا، وندورو. المهم دوزو نهير، المهم نشارك معاكم، ما نطولش عليكم، غنوريكم شنو وجدت الصراحه. غير داك الشيء خفيف خفيف، واللي بقى زعما ناقص غادي نشريوه. المهم ها نتوما معايا، خليكم معايا صراحه البنات. كنوصيكم نتوما، كنوصيكم الى زعما ولا الدراري ولا كل اللي كيتفرج فيا، الوالدين راه ماشي خساره فيهم اي حاجه، راه ماشي خساره فيهم نهائيا اي حاجه. لان بصح ما كتعرف بحقهم، حتى كيبعدوا عليك ولا كتفقدهم لا قدر الله، عاد كتعرف قيمتهم بزاف بزاف بزاف. الحمد لله ما عمري ما خسرت لا خاطرها، ومع ذلك بقى فيا الحال لانها ما تتفسل لي، انا مازال خاصني نعطيها ومازال خاصني نخرجها، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. المهم خليكم معايا نوريكم بعدا شنو درت، وعاد نمشي. طولت عليكم في المقدمه، سمحوا لي يا هضنا. يلا المهم بنات، هادشي اللي وجدت هانتوما كتشوفوا. درت واحد شويه ديال البيتزا صراحة، كانت عندي لاباط في الفريكو، درت غير التعميرة عمرتها، باقي كلشي سخون. وهذا لدان درته البنات، دابا نشارك معكم بالشرمولة، وكنصهدو غير في جوج معالق ديال الزيت، كيجي الصراحة روعة، غزال غزال. بيتو في شرمولة، درت له الشرمولة ودرت له المهم العطرية كاملة ديال الدجاج، وقليتو عرفتي كيجي فن. هي في جوج معلقات، ما كتقليش بزاف. وهنا البنات درت الشلاطة لا حول ولا قوة الا بالله. الشلاطة المفضلة الصراحة، درت فيها غير المايز والطون والروز والمايونيز، صوبتها دابا نشاركها معكم حتى هي. المهم هادو الكويسات وداك الشيء غادي نستف في واحد الصويك. ومهم اللي كتب الله، هنا درت زويتنات، درت زويتنات ودرت شوية ديال الهريسة. المهم الطاسة ما كتسدش، اضطريت ندير لها ميكا، وغادي نديرهم في واحد الشاكوش. هبطت عرفتي مزروبه، هو هبط على داكشي علاش غنجلسو، وانا هبطت الشاكوش وداكشي. المهم بقى كينقرب حيت تعطلنا بزاف، هادي راه تقريبا دابا 12، ولكن بنادم باش ما يقنطش هذا هو الجهد. المهم حنا غاديين، انا ركبت باش ندوزو مور، ركبت اللور هكا باش ندوزو مور عمي وخالتي. المهم ها نتوما معايا. رصينا بليساتنا، عاوتنا مع وقت الغدا ومشينا دابا حاليا، جبنا هكا المنعده والخبز والماء راكم عارفين. وهنا البنات هانتوما كتشوفوا، الصراحه انا من العشاق ديال سيدي حلازم، كيعجبني بزاف كنرتاح فيه. شوفوا الحصيرات والطبيلات،
معروف سيدي حازم هكا وفين كيزيان الجلسه فيه هي البنات مني كيبقى يتبرد الحال مع بريريت اتاي وحريشه عندهم تما غزاله. انتم كتشوفوا داك الطبيلات كيبيعوا فيهم الحريشه، معروف سيدي حرازم بهذا بالحريشه وباتاي. شوفوا غزال الطبيعه كتكون فيه الصراحه، كيكون فيه بعض المرات داك مدينة الألعاب يعني لافوار. الصراحة كيعجبني أنا سيدي حرازم، حتى ملي كان عندنا الموتور كنا كنجيو له. بنات هادي البلاصة اللي كنا جالسين فيها، هادي البلاصة اللي كنا جالسين فيها، ودابا صافي غادي نمشيو تغدينا. صراحة شربنا بريريد أتاي، ها البلاصة اللي كنا فيها البنات. مهم ها البلاصة، البلاصة اللي كنا فيها هي هادي، كنا قرابين على هاد الكراسة. ودابا غادي نمشيو نديرو شي دويره. المهم دوزنا نهار مزيان، فوجنا شي شويه، ارتاحينا شي شويه، ودابا غادي نمشيو لذاك المارشي اللي حداه نفوجو شويه، نرساو ها الشاك والخضره هادي رانا نعيزو. وهادي مشربه الثانيه حتى هي خاويه. صراحه كان باقي الحال ما بردش. غنجلسو نرتاحو شي شويه، نتبردو شويه، نشربو ماي هام ونشربو اللي كتب الله، وعاد نشوفو فين غادي نمشيو. باقي شي شويه د الحراره. المهم يلاه ها انتما معانا، غادي ننزل. باش ما خالتي الرجال كيهربوا منا وكيجيو للقهاوي شتي حيت مبردينو. رجعت لكم البنات، رجعت للدار من بعد ما جينا الصراحه مع 7، جينا بكري شويه، كان الصهد البنات بزاف 42 الحراره، وقيلنا زعما فيها واخا مشينا حتى ل 12. المهم لقيناها الحراره بزاف. المهم جيت قلت لكم نتنا للدار ديال عكوزتي، قالت لي مسكينه ما تمشيش حتى ديري كاسكروت، درنا كاسكروت. دابا جيت للدار ما غاديش ندير لا عشاء لا والو. المهم من خلال هذا الفلوغ هذا كنبغي نوجه رسالتي للناس اللي كيتفرجوا فيا ولا الناس اللي عاد غيتفرجوا فيا، كنقول لكم تهلاو في والديكم بزاف وفرحوهم، راه مساكن محتاجين للفرحه ديالنا ولو غير بالقليل. شوفوا ما تقولوش حنا راه ما حنا زعما راه الا بغيتي تفرحي والديك راه غير من القليل تفرحيهم، ولو شوف تدي غير حماتك ولا امك للحمام وتضربي لها مسكينه غسله وتخرجيها، شري لها غير كاس ديال رايبي بجوج دراهم ودرهم د الحرشه، راه كتفرح بزاف وكتكون سعيده وكتقول الحمد لله مازال وليداتي تيتفكروني. وهنا تنقول لعكوزتي وشيخي تنقول لهم سمحوا لينا وقبلوا لينا وان شاء الله مازال جاي الخير. هذا ما قدرنا الله انا وولدكم وان شاء الله غادي يجي الخير. واخا كنت كنحس بها مسكينه، كانت كنقول لها خالتي خودي، كتقول لي لا ما خصنيش، انا بغيتكم ديروا رحيبتكم، انا بغيتكم ديروا وليداتكم. وهي مسكينه بحال اللي ما كتبغيش ولا شي حاجه، كتقول لي لا بنتي انت كنقول لك خالتي لا راه شوفي راه اللي كتعطي للوالدين مخلوفه وربي كيخلفها بالعشرات، واخا ما كنحسوش بها الحمد لله ربي كبير. المهم هنا كيتسالى لا فيديو ديالي، كنبغيكم بزاف وشكرا على تعاليقكم الزوينه، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم، والى عجبكم المحتوى اللي كندير علاش لا تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. شكرا لكم، باي باي عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، الله يعاونكم.